أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات الإلكترونية بعنوان مجمعات سكنية باهظة الكلفة وأزمة سكن بلا حلول للكاتب طارق الجبوري. انتشرت في بغداد وبقية المحافظات مجمعات سكنية فخمة كاستثمار مربح وسريع ومضمون. لسنا ضد هذا البناء للمجمعات السكنية والمستثمرين فيها، غير أننا كمواطنين كنا وما زلنا نتمنى أن تتبنى هيئة الاستثمار وبالتنسيق مع وزارة الإسكان أو أي جهة أخرى تتبنى إنشاء مشاريع سكنية واطئة الكلفة وبمقدمة وأقساط مريحة ومعقولة توزع على المواطنين من كسبة أو موظفين، خاصة من فئة الشباب، إسهاما منهم في حل جزء من أزمة السكن. حيث تقول وزارة التخطيط أن العراق يحتاج إلى 4 ملايين وحدة سكنية وأكثر. الكل يعلم أن المجمعات السكنية التي استطالت وامتدت في بغداد والمحافظات وفي مواقع متميزة لا تسهم بشيء بحل أزمة السكن التي يراها البعض مستعصية وهي ليست كذلك، إذا توفرت النية الوطنية الحقيقية. ويقال إن المستثمرين في هذه المجمعات يحصلون على قطع الأراضي مجاناً أو بأسعار مناسبة لا تتناسب وقيمتها الحقيقية، إضافة لإعفاءات جمركية وضريبية. ومع ذلك فإن شروط الحصول على شقة في أي مجمع سكني مرهقة على الكاسب البسيط والموظف، حيث إن المقدمة تتجاوز وبلغة أصحاب الأموال الدفترين من الدولارات التي كما أظن تبلغ 20,000 دولار، كما أن أقساطها تقسم الظهر فلا يحصل عليها إلا من يمتلك هذه المبالغ الخيالية من أصحاب رؤوس الأموال وحاشية سياسي الصدفة ومريديهم وأقربائهم ومن لف لفهم. كشف مسؤول في وزارة الكهرباء عن إنفاق العراقيين نحو 2 ملياري دولار شهرياً على المولدات الأهلية، وتناول موقع ميدي لاين الإخبار الأمريكي أن المعاناة التي تواجهها عوائل عراقية مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي رغم إنفاق الدولة منذ عام 2003 مليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع، ما أدى ذلك إلى خلق شبكة مولدات أهلية ضخمة تستنفد مداخيل المواطنين، مشيرا إلى أن آمال تعقد الآن على صفقات لشراء الكهرباء من بلدان عربية أخرى. الكهرباء الوطنية تكون متوفرة لبضع ساعات فقط، وفي بعض الأحيان تكون أقل من 6 ساعات في اليوم وتكون متقطعة طوال اليوم، وفي بعض الأحيان تأتي لمدة 5 دقائق فقط، ومن ثم تتواصل عملية الانقطاعات المتكررة. وتشير تقديرات غير رسمية بحسب التقرير إلى وجود أكثر من 4,500,000 مولدة كهرباء أهلية موزعة على أحياء سكنية في كل أنحاء البلاد تجهز الأهالي بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى ملايين أخرى من المولدات المنزلية الصغيرة ومولدات متوسطة الحجم لدى بيوت الأثرياء. وتابع التقرير أن كل هذه المولدات تسبب ضوضاء وأصوات مزعجة، فضلاً عن تلوث بيئي كبير ناجم عن انبعاثات الأدخنة التي تسبب العديد من الأمراض. ونوه إلى أن العراق أنفق منذ العام 2003 مليارات الدولارات لتحسين شبكته الكهربائية التي ما تزال لحد الآن متضررة على نحو كبير وتعاني القدم وقلة الصيانة. حول تغير المناخ والنزوح الداخلي والأزمات الإنسانية في العراق، كتبت بيرتل دومالاين مقالا ترجمته صحيفة المدى، جاء فيه: يعمل تغير المناخ كتهديد مضاعف عندما يرتبط بعوامل أخرى تتعلق بعدم الاستقرار السياسي مثل انعدام الأمن وانعدام الفرص الاقتصادية والتدهور البيئي، وكلها أسباب تدفع الأفراد إلى مغادرة مناطقهم الأصلية.
تطرح الأزمات الإنسانية الناتجة العديد من التحديات الجديدة، لا سيما عندما تكون المخاطر المناخية هي سبب النزوح في عام 2020. وقد تم تسمية العراق من قبل وزير البيئة العراقي الأسبق كخامس دولة في العالم أكثر عرضة لدرجات الحرارة القصوى أو تراجع توافر المواد الغذائية والموارد المائية. يتأثر القطاع الزراعي بسبب تغير المناخ إلى جانب عدم وجود سياسات وطنية حقيقية لإدارة المياه، ما يسرع من التدهور البيئي. وفي عام 2016 ذكر تقرير جيولوجي أن العراق يفقد حوالي 250 كيلومتر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة كل عام بسبب التصحر. كما أعلن 39% من المنتجين الزراعيين العراقيين عن تقليص مساحة مزارعهم في عام 2022. وفي نفس العام انخفض الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي على التوالي بنسبة 16.6%. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزراعة هي المصدر الرئيسي لدخل المرأة في المناطق الريفية والمهمشة بشكل عام داخل المجتمع العراقي، وتعتمد الأسر التي تعيش في المناطق الريفية وخاصة النساء بشكل أكبر على المحاصيل التي تشكل مصدر رزقها، سيما في غياب الدخل. وفي ضوء السيناريوهات المذكورة سابقاً يسود سيناريوهان: إما أن يلجأ الأفراد إلى أنشطة اقتصادية أخرى وأحياناً غير رسمية، أو يتخلون عن الحياة الريفية لصالح المراكز الحضرية. قالت صحيفة ديلي تيليغراف أن الموقف الدولي من رئيس النظام السوري بشار الأسد بات من الواضح تحوله بعد سلسلة التقاربات الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤلات إلى أي مدى بات العالم مستعداً لتأهيل الأسد. وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن الأسد الذي يجري التقارب معه حالياً كان طوال الحرب في سوريا في قلب العنف الإجرامي الذي مارسه نظامه ضد شعبه، إما عبر الإشراف على المجازر أو باستخدام الأسلحة الكيميائية. كانت الاضطرابات تغلي تحت السطح منذ تولي الأسد السلطة وعدم وفائه بوعوده، وبعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في آذار مارس بجنوب سوريا كشف الأسد عن وحشية مرضية، وبناء على أوامره تم إنشاء جهاز أمني شرير باسم الخلية المركزية لإدارة الأزمة، وتولت مهمة تحديد مراكز الاحتجاجات واستهدافها بالمذابح والقمع وعلى قاعدة واسعة. وفي حادث معروف بحي التضامن بدمشق في نيسان أبريل 2013، حفرت القوات السورية خندقاً في واحد من الشوارع الرئيسة وأعدمت 280 شخصاً رميت جثثهم في قبر جماعي. وفي الوقت الذي حاول فيه تقديم صورة رجل قوي يهاجم أعداءه، إلا أن ضعفه انكشف عندما أصبح أكثر اعتماداً على إيران. وبعد موافقة طهران على إمداده بآلاف المقاتلين الأجانب، أصبح قاسم سليماني المسؤول الرئيس. وشددت الصحيفة على أنه رغم كل ما سلف من قمع ووحشية تجاه السوريين المعارضين، فإن الأسد لا يزال يحكم سوريا، وأعيد تأهيله لدرجة دعوته الشهر الماضي إلى القمة العربية في جدة. تحت عنوان المأزق الهندي، علقت صاحبة نيويورك تايمز الأمريكية في افتتاحيتها على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي أضفى عليه الرئيس جو بايدن حفاوة منقطعة النظير في محاولة لحرف الهند إلى التنافس الأمريكي الصيني وأبعادها عن روسيا والاعتماد عسكريا عليها. وقالت الصحيفة أن أمريكا استقبلت مودي كنجم، وباسم مواجهة الصين تغاضت عن سجله في محاربة الأقليات وتقويض الديمقراطية. أحياناً قدمت المثالية والبراغماتية مزاعم متنافسة بشأن السياسة الخارجية الأمريكية، وقادت إلى خيارات صعبة أنتجت الخيبة. كانت هناك لحظة في تسعينيات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
من شأنها تعبيد الطريق أمام نظام سياسي واقتصادي عالمي. لكن هذا الوهم قاد إلى العالم المعقد الذي نعيش فيه، حيث تتناقض فيه مثل الديمقراطية الليبرالية. ففي ظل مودي وحزبه الهندوسي القومي المتطرف بهارتيا جاناتا، شهدت الهند تآكلاً في الحقوق المدنية والسياسية والحريات الديمقراطية التي يضمنها الدستور الهندي. واتهم مودي وحلفاؤه بتبني سياسات استهدفت وميزت ضد الأقليات الدينية، وبخاصة 200 مليون مسلم، واستخدام قوة الدولة لمعاقبة وإسكات النقاد. فالمداهمات للمعارضين والأصوات المعارضة باتت منتظمة، وانتهت الصحافة التي تمثل التيار الرئيس، وفقدت المحاكم استقلاليتها، وتآكلت بقية المؤسسات الديمقراطية. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان، هو الماء الذي نشرب. ونقف التصوير. الآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. بدأ الحجاج بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة منذ فجر الثلاثاء في ذروة مناسك الحج، التي يتوقع أن تسجل أعدادا قياسية هذا العام في أجواء شديدة الحرارة. وأمضى الحجاج وعددهم يناهز المليوني حاج الليل في مخيمات مكيفة في وادي منى على بعد 7 كيلومترات من المسجد الحرام في مكة المكرمة أقدس مدن المسلمين. وفي الساعات الأولى من فجر الثلاثاء توجهوا إلى منطقة عرفات، وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه يصلون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم، والكثير منهم سيعتلي جبل الرحمة ويجلسون بين صخوره. وبعد غروب الشمس يتوجه الحجاج إلى مزدلفة في منتصف الطريق بين عرفات وميناء ليناموا في الهواء الطلق قبل بدء رمي الجمرات الأربعاء أول أيام عيد الأضحى. يقام موسم الحج هذا العام بدون أي قيود لناحية أعداد الحجاج أو أعمارهم، بعد 3 أعوام من تنظيم حج محدود على خلفية تفشي جائحة كوفيد. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الكتاب يعرض تفاصيل عالم الأسر بكل أوجهه،
منها المفرح، منها المحزن، منها المغضب، منها العذابات، التجارب الإنسانية، ولكن أيضا يعرض حياة الأسير بكل أشكالها. الأسرى هم ليسوا فقط أبطال كما يعني موجود في ذهنية الناس، هم أيضا بشر يعانون ويضحكون ويفرحون، يحتفلون بالأعياد. لإرادة الحركة الوطنية الأسيرة ومقولتها الجامعة. في السجن الإسرائيلي، في المكان الموازي والجامعة الموازية، أخرج باسل تعبير رفيق من لعنة الابتذال. ذهب باسل حتى النهاية في كسر عزلة المنسيين في الزمن الموازي، حد أنه دخل الأسر في سبيل ذلك. قال لي باسل: انت طلعت من السجن، بس السجن مش رح يطلع. هذا الكتاب انا بعتقد تكمن اهميته في انه على مدار 11 فصل بالضبط من الفترتين تبعت الوالد وليد دقة الله يرجينا اياهم سالمين قريبا. الكم التسجيل التصويري الذي يعتمد ايضا على الكثير من طاقة السرد حتى في الجوانب الاجتماعية والإنسانية والثقافية بطاقة جدا. يعني باسل بعتقد هذا الكتاب لما كان هو كمان يدخل لمساحة لأول مرة لحيز، وممارسته الكتابي من أول يوم بشكل يومي أخرج كم كبير من التفاصيل اللي لا أعتقد إنها موجودة في أعمال أخرى فلسطينية اللي ذهبت على سبيل المثال لتناول السجن من المحل الدخيل. انتهت فقرة صدى الأقلام، نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.